سمو الأمير عبد الرحمن، احنا على الهواء، ألف مبروك سمو الأمير، حقق الفريق الهلالي. سمو الأمير هنا لو سمحت، سمو الأمير معليش، ألف مبروك سمو الأمير، حققتم فوزة وتأهلتم لملقاة الشباب. الفريق الهلالي اكتمل عناصر وقدم مستوى وأداء رائع في هذا اللقاء. الحمد لله، ظروف المباراة كانت صعبة، كان مطرود مننا واحد وحفظنا على الفوز، هذا شيء صعب. أنا بالمناسبة أشكر مدربنا، أعتقد أنه أثبت أنه مدرب قدير. سمو الأمير، التحكيم كان لكم عتبة على حكم اللقاء هذا اليوم؟ ما أبغى أتكلم عن التحكيم. سمو الأمير، إخراج طارق التايب، هل ربما كان يكلفكم الأمر كثيرا بعد الضغط على الفريق؟ طارق التايب، أي حد يفهم في الكورة لازم يطلع طارق التايب. طارق التايب أدى كل ما عنده، والفريق ناقصه واحد، لازم يدخل القطران عشان يقفل. سمو الأمير، ماذا عن النهائي والفريق الشبابي؟ الشباب فريق كبير ومحترم ولازم نحترمه. الطريق للفوز على الشباب قلتها بجميع القنوات، احترامه لكي نستطيع أن نفوز عليه. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.